مساء الخير. بظل الأجواء الحارة والحرارة العالية جداً اللي عم تضرب معظم الدول العربية خاصة الكويت، حيث اندلعت النيران ببعض المنازل بسبب الارتفاع القياسي بدرجات الحرارة بعد ما تعدت 55 درجة، والطقس الحار المسيطر على الدول العربية رح يبلش يأثر على مناطقنا بدءاً من الأحد المقبل، مع وصول كتل هوائية حارة رح تؤدي لارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، ممكن توصل ل 35 درجة على الساحل وتتخطى 40 درجة بالمناطق البقعية، ورح تستمر كل الأسبوع المقبل. الحرارة معتدلة رطوبة عادية، البحر متوسط الموج وحرارة 129 درجة. بلش تموز بدرجات حرارة قياسية والهيئة مكمل على هالوتيرة. الليلة طقسنا غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الجبال واستقرار بالحرارة على الساحل وتكون ضباب كثيف على المرتفعات. لبكرة السبت طقسنا غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وغطيطة على الجبال بفترة الليل. نبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 28، على المرتفعات 21، بالبقعة 16، والأرز 13 درجة. نبقى بجولة تانية على درجات الحرارة اللي رح تسجل لبكرة ببعض المناطق اللبنانية، بينه 29 درجة المعاصر 35، 32 بباب الرمل، النوبين 24 درجة، العقورة 25، كفر دبيان 24، بكفية 29، بعبدة 32، أرز الشوف 26، وحروف 29. الرطوبة بتتراوح بين 50 و90%، حرارة سطح المي 29 درجة، وسرعة الرياح بتتراوح بين 10 و30 كيلومتر بالساعة. الرياح عم بتكون جنوبية غربية. كيف رح يكون الطقس لبكرة واليومين يلي جايين؟ نهار السبت بتتراوح بين 28 و32 درجة، الأحد بين 30 و34، أما التنين فبتتراوح بين 31 و34 درجة. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. نبدأ الجولة مع بغداد و 49، القدس 30، طرابلس 32، الجزائر 27 درجة، ومننهي جولتنا مع برلين 23 درجة. وهون بنكون وصلنا لنهاية نشرتنا الجوية.